اليوم احنا راح نكمل الرولز تبعت رسم الروت لوكس. طبعا عندنا ثلاث رولز، بعدين احنا نحكي في الرول الثانيه. خلينا نطلع امثله على الرول الثانيه. احنا في عندنا شيء اسمه بريك اواي وبريك ان بوينت. ساعات احنا بنشوف البريك اواي، بس احيانا في كمان بريك ان. يعني بريك اواي بطلع من الريل اكسس، بنفصل التو سكشنز عن بعض. بريك ان بدخل على الريل اكسس. مثلا امثله على المفهوم السيستم اللي بتتذكروا حكينا عنه اكثر مره، مثلا ثيرد اوردر سيستم في 3 اوبن لوب كورز. راح يكون في شيء عندي سكشن هون، عندي سكشن من هون لهون، وعندي سكشن من هون لمايلس انفينيتي، وكمان في منطقه هون راح يكون عندي هذا الجزء وهذا الجزء. هذه عباره عن بريك اواي بوينتس. بريك اواي لاني بنفصل او تو سكشنز بنفصلوا عن بعض، بنفصلوا عن الريل اكسس. هاي اسمها بريك اواي بوينت. قيمتها بقدر اطلعها من هذا الشرط اللي هون، وهذا الشرط اللي هون اذا بكمله حيطلع معي انه بس هو المشتقه فيها دي سكوير تحت، بس انا لاني عم بساوي لزيرو بدي افرش عندي خلص. المهم انه عندي الاشاره مختلفه، الماينس هون او الماينس هون بدك تحطها زي ما بدك، بدك تحطها ماينس بس نفس الشرط راح يطلع. فبدي اخذ النيوميريتر واضرب مشتقه الدينومينيتر بالنسبه ل اس، اشتقاق هو بالنسبه ل اس. وهذا كمان بطلع لي البريك ان. ايش في عندي مثال على بريك ان بوينت؟ تتذكروا فرجيتكم اياها. لو عندي مثلا عندي تو بولز هون، عندي مثلا 2 0 هون، هذا مثال جديد ما شفنا شيء زيه. راح يكون عندي هون في بريك اواي بوينت، هون في عندي بريك اواي بوينت. يمكن هون اللي انا راسمه مش دقيق تو سكيل. فعندي هون بريك اواي بوينت، هذه هاي صار اسمها بريك ان بوينت. هلا لاحظوا لما تحل هاي المعادله مرات بتطلع معك اكثر من العدد النقاط اللي انت بدك اياها، يعني انت بتفتش على نقطه معينه بيطلع معك حلين. بدك تشوف انت الحل المنطقي شو اللي بيطلع، رح ناخذ مثال عليه. يعني هون مثلا ممكن بهاي المعادله يطلع معي اكثر من نقطه، بس انا النقطه اللي بتهمني واضح انها ما بين القيمه هاي والقيمه هاي، لانه اصلا هذا الجزء ما فيش لا عندي روت لوكس بالمنطقه هاي ولا عندي روت لوكس بالمنطقه هاي. واضحه هاي؟ رح ناخذ عليها. الرول 9 في عندي شيء اسمه انجل اوف ديبارتشر. في عندي بعض حالات احيانا بقول الاوبن لوب بولز كومبلكس مش ريل. خلينا ناخذ مثال، يعني اطلع على هذه 9 من هون. لو انا عندي سيستم الروت لوكس لهذا السيستم، اول شيء شو الاوردر تبع هذا السيستم؟ ثيرد اوردر، يعني عندي 2 بولز من هون و 1 بول من هون، ماشي؟ هذا البول قديش قيمته راح تكون؟ ماينس 10، هذا سهل ما في مشكلة. طيب هدول؟ كومبلكس، ممكن احيانا البولز ما يكونوا دائما على الريل اكسس، الاوبن لوب بولز. اذا هدول قديش بيطلعوا عندي هون البولز؟ بيطلع عندي بي سكوير ماينس 4 اي سي، عندي هون راح يكون ناقص 2 بلس ماينس 2 في 2 4 ناقص 40 6 ناقص 36 على 2 ويساوي هذه تصير ناقص 1 زائد ناقص 6 جي، مضبوط؟ ثلاثة جي. وين هذا راح يكون هون؟ راح يكون عندي ناقص واحد هون، لان انا ما
ناحية السكيل هون كل مربع كل مربع وحدتين تقريبا ثلاثة راح يكون عندي هون تقريبا طيب من الأشياء إحنا تعلمناها وين راح يكون عندي هذا هود لوكس بالحالة هاي هل راح يكون عندي هود لوكس هون لا هون هون لا لحد ما نوصل للنقطة هاي بعد النقطة هاي ليش عدد اللي لشماله قديش عدد الاسيمتوتس؟ N minus M M zero إذا ثلاثة يعني مش هيك؟ قديش زاويتهم؟ 90 90 ناقص 90 وطالب لا ثلاثة 60 60 زائد ناقص 60 زائد ناقص 60 طيب السنتر تبع الاسيمتوتس كيف بحسبه؟ الريل تبع الكور ماينس الريل بار تبع الزيروز على N minus M مش هيك؟ N minus M قديش هون؟ ثلاثة إذا سيجما سي شو بتساوي؟ الريل تبع الكورد ايش بيساوي؟ الريل تبع هذا قديش؟ ماينس ناقص 10 مش هيك؟ الريل تبع هدول ناقص 1 ناقص 1 مش هيك؟ زيروز ما عندي على 3 10 و 2 صارت ناقص 12 على 3 قديش تطلع؟ ناقص 4 اذا عندي هي 2 وهي 2 هاي النقطة هي سيجما سي قديش الزوايا اللي بدها تكون 180 زائد ناقص 180 على 3 اذا تقريبا هاي بتكون 60 هي زائد 60 ناقص 60 وبيطلع مع 180 هي قواعد 180 ما فيش فيها مشكله طيب هلا صف اذا كيف بده يتحرك البوكس هذا واضح يعرفوه من هون ماينس انفينيتي هذول كيف رح يتحركوا وين بدهم يقتربوا بده يقترب من الاسيمتوت بده يقترب من الاسيمتوت لكن انا باجي بسال سؤال شو الزاويه اللي راح يطلع فيها هذا؟ 60 لا اللي راح يبدا فيها بدا ب 60 يعني انا بده يبدا هيك هل هو بده هيك؟ راح يبدا هو هيك بهذا الشكل زي هيك انا بسال هاي الزاويه ايش هي؟ وهذا نفس الشيء راح يبدا بهذا الشكل هاي الزاويه ايش هي؟ هاي اسمها الديبارتشر انجل اسمها الديبارتشر انجل الزاويه اللي بيطلع فيها هلا انت رح تقول لي هيك ما بعرفش انها هيك هل هي 90 لا هل هي 60 لا مش معقول تكون 60 مش معقول يبدا 60 وبعدين يبدا يقترب منها بيبدا بهذا الشكل هيك فهاي الزاويه لها قيمه مش 90 او ممكن تكون 90 بس كحاله عامه مش شرط انها تكون 90 هاي الزاويه اسمها انجل اوف ديبارتشر والانجل اوف ديبارتشر بلاقيها من اي كونديشن من الانجل كونديشن بدي افتش عليها ولاقيها من الانجل كونديشن ايش بقول الانجل كونديشن عندي ايش كان يقول الانجل كونديشن لو رسمت من اي نقطه موجوده على الروت لوكس خطوط لكل الاوبن لوب بولز والاوبن لوب زيروز وجمعت هي الزوايا تبعت الزيروز وطرحت منها زوايا البولز قديش لازم تكون مجموعهم وطلعت اوت مالتيبلز اوف زائد 180 زائد ناقص 180 إذا رح ناخذ مثال عليها خلينا نحل هذا المثال، خلينا نحل هذا المثال ونشوف كيف نطلع هاي الزاوية تبعت الأنجل أوف ديبارتشر. السؤال واضح؟ فاهمين شو السؤال؟ السؤال إنه هذا لما بيطلع كيف بيطلع؟ بأي زاوية بيبدا فيها؟ هو رح يقترب من هذا الخط إلى سنتوس. يعني هذا سنتوس رح نعمله مقطع. هو رح يطلع من هون يقترب إلى سنتوس، رح يطلع من هون يقترب إلى سنتوس. بس شو الزاوية اللي رح يمرق فيها؟ بدي أطلعها من الأنجل كونديشن. لو جينا طبعناها لهون بده يكون مجموع الزوايا هذا بطرق اسلام بطرق بالزاويه اللي بسميها ثيتا دي هي اللي بدي افتش عليها بدي افتش عليها اذا هي الخط هلا بدي ارسم خط ثاني من هون لهون قديش رح تكون هاي الزاويه؟ 90 مضبوط؟ وبعدين في عندي زاويه اخيره رح تكون من هون لهون مضبوط؟ ما بعرفش انا هلا شو هي الانجل اوف ديبارتشر راح احسبها بالشكل التالي 90 اللي موجوده هون زائد ثيتا هاي اللي موجوده هون تبعت البول الثالث زائد ثيتا دي شو لازم يكون مجموعهم هذول؟ زائد 90 زائد ثيتا هلا هاي بالقياس بدي اقيسها عشان هيك بنحتاج منطلق بدنا نقيسها بالقياس فهاي راح تكون ثيتا 3 هاي بدها تساوي 180 2K بلس 1 هلا احنا ممكن نحلها هون ممكن نحسب هاي احنا عارفين هذا الارتفاع وعارفين هذا الطول مزبوط مش بقدر احسب هاي الزاويه اذا عندي هذا الطول
وعندي هذا الطول هي المفروض جرافيكال بس انا هلا هم طلع يصير احنا بالاي دي معها راح احسب يجهز حاله هذا الارتفاع قد ايش؟ -3 وهذا الطول قد ايش؟ هذا صفر واحد وهذا الطول قد ايش؟ 10 اذا هذا 9 اذا انا بدي الزاويه اللي التان تبعها تان ثيتا 3 بيساوي 3 على 9 واللي هي 1 على 3 قد ايش تطلع هاي الزاويه اللي تانها 1 على 3؟ 18.4 degrees اذا محل ثيتا 3 هاي ايش بقدر احط؟ 18.4 degrees 18.90 هاي بتصير 108.4 مش هيك؟ زائد ثيتا دي هلا ثيتا دي انا عارف انها تكون تقريبا بين 0 و90 مضبوط؟ تمام احسنت 72 لانه لو فرضت هاي 108 هلا طبعا صار بدي اجرب انا ما بعرف شو خلصت بس هاي منطقيه مش هيك بتطلع معي جواب منطقي لو فرضت هاي 180 بتطلع ثيتا دي 180 ناقص هاي تقريبا 71 و6 بالعشرة اذا هاي الزاوية اللي بترك فيها هي 71.6 بالعشرة وهاي نفس الشيء بتكون 360 ناقص يعني هاي الزاوية رح تكون 71.6 بالعشرة الزاوية كلها هي رح تكون 360 ناقص 71.6 بالعشرة الكل فاهم هاي وين اجت؟ هذه الاجل كونديشن احنا في الواقع بنقيس هذا القياس في المنطقة بس احنا لانه عارفين الاطوال هاي بدنا نحسبهم بالحالة هاي دكتور؟ نعم ال 71.6 يعني دكتور لازم يكون اكبر من 60 يعني في كل الحالات منطقا لازم تكون اكبر من 60 لانه لو هاي طالعه ب 60 صارت موازيه اكيد بدها تلتقي فيها وهي موازيه بدها موازيه لها يعني فكر انت هاي لو عندي اسمتوت زي هي اسمتوت هذا اللي احنا قلنا عنه 60 انا عمالي بقول انه الروت لوكس رح يبدا من النقطه هاي وايش الاسمتوت اللي بيقترب منه؟ ها مش هيك؟ هلا هذا لو رسمت انا خط موازي للاسمتوت هي 60 هل بصير هذا يطلع بزاويه 60؟ مش هو لازم يطلع بزاويه عماله بيحاول يقترب من هاد؟ هلا ممكن يطلع مثلا ب 90 فرضا 90 منطق ممكن يعني ممكن يكون 90 بس هو فعليا ما بيكون 90 الا اذا بدا من هون اذا بدا من هون بيبدا 90 يعني لو هاي كانه مديناها هيك هاي الزاويه 90 لو بدا من الريل اكسس بيبدا 90 بس هو ما بدا فدا لفوق منه بصيرش يبدا 60 ولا بصير يبدا 90 بيبدا بينهم الاثنين مضبوط فبدها تكون زاويه ما بين ال 60 وال 90 ال 60 لانه هذا اسمتوت على 60 جنب لو بدا 60 هون يعني هل منطق انه يطلع هيك وبعدين يرد يجي يقترب منه هيك بده يقترب منه اسمتوت هاي فكره الاسمتوت انه بيبدا هيك وبعدين ما بيطلع في الاسمتوت الا في المالا نهائي اذا هاي الزاويه ما مش معقول تكون 60 وانا منطقا بقول مش رح تكون 90 لانه هو 90 بس بتكون لما يبدا من هون لما يبدا من الريل اكسس بده ب 90 متذكرين اللي بده ب 90 وبيطلع من هون لما يبدا من الريل اكسس اذا هي تكون بينهم الاثنين هاي الزاويه منطقيه 71.6 بالعشره بتحقق الانجل كونديشن ماشي واضحه هاي فاهمينها؟ في اسئله عليها قبل ما نحكيها ايش الرول الاخيره؟ الرول الاخيره انتم بتعرفوها ايش بتقول؟ في نقطه معينه الخط هذا رح يقطع الايماجينري اكسس مش هيك؟ لما يقطع الايماجينري اكسس شو صار عند هذيك اللحظه؟ بطل ستيبل مش هيك؟ كيف بقدر الاقيها؟ اسهل طريقه برجع بلاقيها بالراوتر، انتم مذكرين الراوتر مش هيك؟ بحط كين بعوض قيمه كين، بدك تنتبه اذا البسط في كونستنت ما تهمله لانه هذا مهم. واضحه هاي النقطه؟ خلينا اشرحها بشكل اول. نعم؟ لما تطلع الكلوز لوب ترانسفير فانكشن انتبه اذا في كونستنتس في المقام في البسط لانه هاي بتاثر على قيمه كي يعني مثلا خذ على سبيل المثال سيستم زي كي لو جيت قلت لك اس 6 على اس في اس بلس 2 في اس بلس 3 كم بول هذا اليوم؟ اوفر لوب بولز ثلاثه واحد منهم زيرو واحد ماينس 2 واحد ماينس 3 مضبوط اذا لو جيت رسمته هلا هذا هون في عندي اوبن لوب بول هون اوبن لوب بول هون اوبن لوب بول هلا احنا عارفين انه هاي شو رح يصير فيها ما فيش عندي روت لوكس هون مش هيك؟ ايه وين بدي الروت لوكس؟ في المنطقه هاي لانه هذا اوت واحد فيش عندي هون وبعدين بصير في هون هذا روح على ماينس انفينيتي اذا في عندي روت لوكس هون وروت لوكس هون ايش لازم يكون عندي كمان؟ ثلاث اسيمتوتس زواياهم قديش؟ زائد 60 ناقص 60 180 في نقطة معينة هون رح يكون فيها بريك اواي مضبوط؟ ومش شرط انها تكون بالنص على فكرة. كيف بلاقيها البريك اواي بوينت هاي؟ القارب
بياخد ان اوف اس دي اوف اس. وين ان اوف اس هون؟ 6. شو مشتقة الستة؟ 0. فانتبهوا عليها انه في عندكم تيرم بيختفي تماما. يعني هذا النيوميريتور مشتقة بالنسبة لس هذا كله راح يصير 0. شو راح يضل عندي؟ راح يضل عندي 6 في مشتقة الدينومينيتور. كيف بدي اطلع مشتقة الدينومينيتور هذا؟ شو لازم اعمل فيه؟ بدي ابسطه، بدي ارجعه لاس كيوب زائد شيء في اس سكوير زائد شيء في اس زائد كونستنت. باخذ المشتقة بعوضهم. طيب كيف بدي اطلع الجذر تبع الاس كيوب؟ تستعملوا الآلة الحاسبة. تعرفوا تطلعوها للمثال اللي ناخذه بعدين رح نشوف كيف تطلعوها الجذر الجذر. هلا النقطة اللي تهمنا هون انه انا بدي اطلع هاي بسألك هاي بقول لك هون قيمة كي قديش اللي بتخلي هذا السيستم انستيبل. هاي احنا بنطلعها من وين؟ من الراوند. شو بنعمل؟ بدي احول هاي هلا لكلوز لوب ترانسفير فانكشن فيها كي مضبوط؟ فبتصير هذه عبارة عن 6 كي على 1 زائد 6 k على s s plus 2 s plus 3. واضح هاي النقطة؟ هلا شو بنعمل بعدين؟ بضرب البسط المقام في s زائد s square s زائد 2 زائد s زائد 3 مش هيك؟ شو بضل عندي؟ هذا بيختفي هذا بيختفي وهذا هلا بصير محله s في s زائد 2 في s زائد 3 زائد ايش عندي هون؟ 6 k. اللي بعوضه في التيبل تبعت الراوت ايش هو؟ 6K. اللي بيطلع معي هو 6K مش K عشان اطلع معكم قيمة K الصحيحة ولا تطلع 6 او 6 اضعاف القيمة. واضح ان هذا نقطة مهمة. اذا امشي بهاي هلا صار عندي هاي المقام هذا اللي بدي اعوضه في الراوند. ببسط هاي من هون بستعمل ال 6K وبدخلها في التيبل تبعت الراوند كارتير. واضح هاي 10 رولز الراس ريبوت لوكس. هلا رح ناخذ امثلة عملية.